حصريا على قناة ERT حكايات. الوديعة والذئاب. الوديعة والذئاب تجربة أنا حبيتها من البداية للنهاية. الموضوع بسيط، مش محتاج القلق لكل. أنا عايز أقدم شخصية طيب برضو، لكن بشكل مختلف تماما عن طرح شخصية الطيب ككائن ضعيف. مات الذئب الأشرس كان باسم سمرة عشان ما تخلقش اللي يعمل مع سامي الخضر كده. ما يولع بجاز. ده بيتعرض لظلم وده بيتعرض لظلم في حياته. كفكرة، فكرة الوديعة انه كل شيء في حياتنا احنا امانة. هخرج لدنيا فيها الاخ بيلف حبل المشنقة حوالين رقبة اخوه عشان الفلوس. على ERT حكايات هنكون في الوديعة والذئاب، فتابعونا. اياد نصار او نور. الوديعة والذئاب حصريا يوميا في هذه الاوقات على قناة ERT حكايات.